نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ذكرت الشيخ إذا كان في وقت صيف وعطشان نعم يسن له أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق. نعم، وثبت الأجر. نعم، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، لا يقال هذا إلا في فقط في الصيف أو العطش. أيه نعم، يعني في فصل الشتاء لا يقال. نعم، ما يقال، لأنه لو قال ذهب الظمأ قيل له كذبت، ما في ظمأ. لو قال ابتلت العروق إنك كذبت، العروق ما يبست حتى تبتل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، قال ذهب الظمأ معناه أنه بالأول طمأن، ابتلت العروق معناه أن العروق يابسه.